مديب الخياط، مدير شركة إنتاج بوكيلانت. أولا أنا جيت فرحان اليوم لأن غنعرضوا هذا العرض بصراحي مولا في الحيط، حصرين على مدينة فاس المدينة الغالية، ودعم كذلك جمعية نجمة تعنف النساء، وهذه يعني مبادرة طيبة تنضم من الفنانين المسرحيين اللي كنشكرهم اللي عطاونا هذه الأولوية على الصعيد الوطني، والحمد لله كاين إقبال الجمهور، إقبال على التذاكر، وغتكون عرض آخر إن شاء الله في مدن جهة فاس مكناس، في تسعود المدن مع المسرحية نيت مع الفرقة أختيليلي. كنشكر اليوم الإعلام والصحفيين اللي جاو ساندو كذلك بهذه المدوار الصحفية الراقية، وكنتمنى المبادرات تجي من شركة الإنتاج باش كل حاجة تعطيها بلاصتها كتكافل وسوليداريتي مع جميع الشريحات المجتمع. شكرا.